السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس الشيخ من قناة ميكس. النهاردة هنشرح برنامج أفضل برامج تثبيت وتحديث التعريفات. البرنامج اسمه درايفر هاب، واللي بيميز البرنامج اللي هو مجاني بالكامل. هو بالتحميل البرنامج والموقع الرسمي هتلاقيهم في الديسكريبشن. ندخل على البرنامج نفتحه، يطلب طبعا اسم الادمينستريتور. أول حاجة البرنامج هيبدأ بالواجهة ديت، هتدوس فايند ناو عشان يعمل سكان على التعريفات والأجهزة المتصلة بالجهاز. أول حاجة هنا بيظهر لك التعريفات اللي عايز تثبت أو تتحدث على الجهاز عندك. عندك هنا انستول لو عايز تثبت على طول، أو ممكن تدخل على ادفانسد مود بحيث إن أنت تشوف الديتيلز والمعلومات عن كل تعريف. عندك أول تعريف مثلا تعريف للشاشة، لو دوسنا على السهم هنا هيجيب لك الديتيلز بتاعته. هنا بيظهر لك التعريف الموجود أصلا على الجهاز، وهنا التعريف اللي هو هينزله. فمثلا هنا الإصدار بتاع التعريف القديم، هنا تاريخ التعريف، وهنا المطورين بتاع التعريف، وده مساحة التعريف، الاسم بتاعه، والعلامة الصح ديت لو عايز تنزل التعريف ده أو لا. وهنا مثلا لو في تعريفين القطعة ديت فبيخيرك بينهم، وهو بيختار التعريف الأحدث. مثلا هنا عندك 20.6، وهنا عندك 20.8، فهو اختار 20.8 عشان أحدث. لو لقيت الخانة هنا فاضية يبقى التعريف مش موجود أصلا. بتختار طبعا التعريف اللي انت عايز تثبته، وبعد كده بتدوس انستول، بيبدأ معانا ينزل التعريفات، وبعد كده بيعمل انستول ليهم. كده هو خلاص تثبيت. لو التثبيت محتاج ان انت تعمل اعادة تشغيل للجهاز، فهو هيطلع لك رسالة ان انت تعمل اعادة تشغيل للجهاز. داونلود هيستوري بيظهر لك التعريفات اللي هو لسه منزلها من قريب. عندك هنا ريكفري بيظهر لك التعريفات اللي هو لسه منزلها برضو من قريب، بحيث لو انت عايز تعمل لها ريستور اهيت، بحيث لو التعريف فيه مشكلة أو عملك مشكلة في الجهاز فترجع التعريف القديم. عندك useful programs، بعض البرامج بتاعت الويندوز المفيدة زي الديسك مانجمنت ومعلومات النظام والان انستول ليست، يعني كلها حاجات احنا عارفينها. وفي السيتنج هنا ممكن تختار اللغة اللي انت عايزها والمكان اللي يعمل فيه الداونلود للتعريفات. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد، وقول لي لو قابلتك اي مشكلة في الكومنت وهرد عليك.